السعيد يكك فاصل الضحك فيها بالكيلو، ما تجري بسرعة وتعبيله وتديله. اهمولك بالحواوشي يا ولد. حمام شاي. حمام شاي. نفسي ارد عليك بس مش قادر. المهم هنعمل حواوشي اسكندراني. طب قول. ربع كيلو لحمه مفرومه، ربع كوبايه ميه، ايوه، نص كيلو دقيق، معلقه خميره، خميره، نص كوبايه زبادي، ثلاث معالق زيت، ملح وفلفل، زيت زيتون، طماطمايه، بصلايه، معلقه ملح صغيره، معلقه سكر، سكر، بقدونس وشطه. يا ولد المقادير وعرفناها، كيف هنعمله؟ هنعجن الدقيق بالخميرة والسكر، معاهم ملح في العجانة يا سكر، العجانة، ونضيف المية، ايوه، والزبادي والزيت، الزيت يا ولد، وهنفضل نعجن ونعجن وهنفضل نعجن ونعجن. العجانة الكهربا يا ولي. فهمت فهمت، كمل. هنتبل اللحمة بالتتبيلة، نعجنها برديك، ايوه، بالعجانة، نكور العجينة، نكورها، نفردها بنشابة، نشابة كمان، واخدة شكل الرغيف، نقطعها بطبق، ها، طبق غويط، هتتجرجف عيش، يا سلام، ندخله في الفرن أو استوي وبقى رغيف عيش. اجده استمر. هنعصب اللحمة نحطها في الزيت ونقيد عليه، نقيد ايه؟ النار أكيد يا ابوي. هتستوي نحطها في العيش ندخله في الفرن، ايوه، وأحلى من ده مفيش. أموت في الحواوشي الإسكندراني يا ابوي. أمال يا ولد، ويا سلام لو حامي. حواوشي حواوشي حواوشي، ايوه، من حبه انا ما بنامش، يا سلام. حواوشي حواوشي حواوشي، من حبه انا ما بنامش.